25 يوم أخرى 20 يوم أخرى نعاود نرجع نفس الحكاية نعيش بالشارع على طول. راجلي كان يخدم، كانت ظروفنا باهية، خدم في شركة خاصة مدة 3 سنين وبعد خرجوه. ملايكة تو تساني في دور 3 ملايين، يعني كراء وماء وضوء، منجمش نخلص منهم حتى شيء، المال الضوء ولا الكراء. كل غدوة كل والله العظيم لنا ما عادش نرقد ولا نحكي بعد من أمس لليوم، ما بيجي لليوم لا نرقد يمكن ولا نشرب، يعني مهدأ أنت تو بحدي يمكن يدق علي الباب عاد المنفذون موجود يحط لي دبش البرة وخرج لي صغاري ما عندي شو نمشي أنا وصغاري. في الحلقة الفارطة شفنا صابرة مهدة بالعيش في الشارع، أيام قليلة تفصلها عليه، لكن أهل البر والإحسان ما خليوش بيها. الحلقة الفارطة بعد ما تعديت الأخت صابرة، كيفاش كانت ردود الأفعال برابر للحالة هذه؟ فعلا هو الحق، الحمد لله من فضل ربي ثم أهل البر والإحسان، وإحنا معنا الشعب التونسي لا معنا معطاء لا تخلو معنا مدينة صفاقس من أصحاب الهمم العالية. لقد قام بهم أخ من أصحاب الهمم العالية وكري لهم دار وخلص لهم الشر وخلص لهم الشر الضمد، وإحنا كجمعية أخذناهم معنا على عاتقنا أن مش نبحثوا لهم على عمل لزوجها، إن شاء الله هو من أصحاب الشهيد معنا عنده معنا شهيد، إن شاء الله إحنا مش نحاولوا باش نجيدوا له معنا عمل معنا يخدم، وفي حالة حتى في صورة ما إذا معناها ما توجدش عمل وعجزت عن دفع الكراء، فأنا الجمعية معناها إن شاء الله بحول الله تخلص لها الكراء نتاعها معناها حتى توجد عمل للرجل. أول حاجة مش نبحث عليها هي أنه نلقاوش السيد هذا نوجدوا له عمل معناها باش يولي معناها يساعد روحه معناها وينفق على زوجته على معناها صغيراته معناها. ويبقى الأمل موجود للعائلة هذه ولغيرها من العائلات، العائلة هذه اللي بفضل ربي سبحانه وبفضل مجهودات فعل الخير أنقذت من الشارع ولقات سقف يلمها هي وصغيراتها.